حاجات يا شباب، في أسئلة متكررة حول الفورمز، إنه في صعوبة لأنه أنا جبت لك المثال جاهز وفي صعوبة إنه أنتوا تعملوا هذا الإشي بنفسكم، فأنا حبني لك إياه من الصفر الآن. فالآن أنا إيش بدي أسوي؟ بدي أعمل أبليكيشن جديد. طبعا طبيعة الحال from flask import flask، بعمل object منه، بمرر له name، بعرف صفحة، طبعا هنا الصفحة هذه السلاش، فبقول له انه سواء كانت انه سلاش او هوم او اندكس، هذا عبارة عن نفس الصفحة، تمام؟ انه انت بدك تستدعي هاي الدالة ديف هوم، بعمل ريتيرن لسترينج عادي هلو فروم فلاسك. الخطوة اللي بعديها انه احنا بدنا نشغل الابليكيشن هذا في المين. طبعا دائما اتعود انت عندك انه اي شغلة انت بتسويها انه كل ما تسوي شغلة تجربها شغالة او لا، بدل ما انت تكتب الكود كله دفعه واحده وتيجي تشغل بيطلع عندك اخطاء، راح تطول اكثر. مش حقول لك انه انت مش راح تعرف تحلها، لا، بتطول اكثر في حلها. هيك انت بتفحص انه كل شغله، انه انا بدي اشوف الصفحه هذه شغاله ولا لا، بدل ما تعرف صفحه ثانيه وصفحه ثالثه وتلاقي في عندك اخطاء متراكمه على بعض. فهاي شغلها، شغل، جرب index نفس الصفحة، جرب ايش كمان حطينا، هوم ولا مين، نفس الصفحة، تمام. طيب الان بدي اعرف صفحة جديدة اللي هي صفحة الآد، بعرف ميثود لإلها، وهنا نعمل ريندر لتمبليت، فهنا استورد ريندر تمبليت كذلك، وهنا نعمل ريتيرن ريندر تمبليت. الصفحة هذه نسميها آد 002 بتشتم. طبعا الصفحة هذا التمبليت هذا مش موجود، تمام. فبنروح ننشئه هنا وين، في مجلد تمبليت. ممكن انه بشكل سريع اقول له the calc app، وهنا اكتب له رسالة ترحيب welcome to calc app. حقيقة انا بدي اعرف فورم. احنا شفنا في مثال سابق هنا انه انا اخذت الباراميتر. طبعا احنا متفقين انه خلي بالك انه التفاعل بين
الكلاينت والسيرفر. انت عندك الكلاينت عنده براوزر والسيرفر في بيستضيف التطبيق، بيتفاعلوا مع بعض ريكويست ريسبونس ريكويست ريسبونس، سلسله من الطلبات وكل طلب في له ريسبونس استجابه. تمام. فهنا عشان هيك احنا بنتعامل هنا مع الريكويست. فهذه الريكويست انا عندي في الابلكيشن هي عبارة عن كلاس بدي استورده من الفلاسك باكج. ايش في الريكويست شفناه سابقا؟ شفنا انه ممكن انا اخذ arguments من اليو ار ال، فعشان هيك انا بقول له ريكويست من الريكويست اللي انا ارسلت لك اياه. تمام. في راح تلاقي arguments، جيب لي اياه اسمه اكس وهنا اسمه واي. تمام. فالان شفنا سابقا انه الارجمنتس هذه بتكون من خلال اليو ار ال ومستخدمه على نطاق واسع، انت يمكن بتشوفها في الصفحات انت عندك، وانه انت ممكن تبعت للطلب على للسيرفر طلب اتش تي تي بي وتعطي له البارامترز، علامه استفهام البارامتر الاول الفاليو، البارامتر اند، البارامتر الثاني الفاليو، وهكذا. خاصه اذا انت كنتش بتتعامل مع فورم اتش تي ام ال، يعني انت عندك في الموبايل ابلكيشن ممكن تطلب سيرفيس معينه، تمام، مثلا خدمه الطقس، وتقول له انه اللوكيشن كذا، مثلا الكونتري كذا والسيتي كذا، تعطي له تو باراميتر، او تقول له السيتي كذا وانه جيب لي مثلا انه نوع النشره اكستندد، بدك نشره مفصله لاحوال الطقس زي هيك. فمستخدمه على نطاق واسع. اما في حال انه انت بتتعامل مع تطبيق واجهه HTML4 ساعتها انه مش راح يكون request args، راح يكون request form زي ما حنشوف الان. خليني اعد الفورم اول، بفتح هنا form field، هو بيسكر لي اياه زي هيك. طبعا بدي اعرف فيه attributes، هذا HTML tag، بعرف هنا الشغلات اللي جوا التاج بنسميها attributes. نعم. التايب الاكشن تبعه فاضي، والتايب لانه انا حعرف زر تحت، والتايب تبعه والميثود عفوا بوست. نعم. انا في عندي تو HTTP methods اللي هي الجيت والبوست. الجيت هدول خلي بالك التنتين هدول عبارة عن request، اوعى تفكر انه البوست عبارة عن response، لا البوست برضو request. فالجيت انه عادة بنستخدمها انه عشان نجيب نجلب resources من السيرفر، هذه resources ممكن تكون صفحة HTML، صورة، PDF document، اي حاجة. كيف بدك تجيب ريسورس موجود على السيرفر؟ بتقول له get، بتكون الميثود HTTP method get. تمام. والبوست تستخدمها لإرسال بيانات للسيرفر من خلال الريكوست تبعك. يبقى انت بتطلب ريكوست، بس في الريكوست هذا بتروح انت بترسل بيانات. الآن في طرق عديدة لإرسال البيانات، تمام؟ ومنها من خلال HTML4. عشان هيك هنا في الفورم تبعي، خلينا نسكره، في الفورم تبعي هذا خلينا الميثود بوست. بعديها بدي اعرف انبوت، بعرف التايب تبعه. لاحظ الاوتو كومبليت في البي شارب بروفيشنال بيساعدك كثير، تايب على طول هيو بجيب لك تكست، بسويش ولا شيء انا، بس بختار انه من السجستنز.
تمام؟ ممكن أعرف حاجة اسمها place holder. حورجي لك إياها هالجيت في الستاتيك، بس خلينا أحط value هنا. إنه الـ first number. الـ place holder هو عبارة عن النص اللي حيظهر جوات مربع النص بشكل مضلل ووتر مارك، إنه بيعرفوا الفيلد هذا إيش بدك تدخل فيه. لما تدخله بالضبط، فهي ورجي لك إياها ستاتيك. هيو هيو فيرست نمبر، فانت اول ما تحط زي هيك وبدك تعبي بيروح، تمام؟ فبيعرف بدل ما انت تحطه برا. التصميم الاحسن انه البليس هول انه اسم الحقل انه بيكون بليس هولدر موجود جوا. نعم. يبقى التايب هنا التكست وهنا بليس هولدر. ايش بدي اعرف هنا كمان؟ نيم. هذا النيم مهم جدا، لانه انت محتاج انه انت تتعامل معاه مع الفيلد هذا الانبوت هذا من خلال البايثون. لازم تكون عارف هذا النيم، نيم او نم واحد. لغايه الان بكفي. ممكن نضيف تفاصيل؟ ايش السورس؟ بالضبط، هاجيت في كود البايثون بدي اقول له بدي اخذ الفاليو اللي في الحقل، بدي اقول له اسمه نيمه نم واحد. هاي الثاني. انا ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل الحقل الاول عباره عن الرقم الاول، بعديها العمليه، وبعديها بالضبط. فبالتالي هنا هذا بده يكون اسمه اوب، وبعديها هنا نفس الثالث نفس الاول نم اثنين، وهنا بدي اقول له سكند. تاكد لي انه هذا الامور تمام. هيك بتفحص انت اول باول، تعود دائما زي هيك. نضيف الزر برضه، هو عباره عن انبوت. التايب تبعه سبميت، لا هذا بتون، مش حيكون تكست، عباره عن زر، عشان هيك انه سبميت بتون. تمام. هجيت انت لو خليته وتركته زي هيك، هي شوف بروح بحط لك الاسم الديفولت سبميت كويري، بتحط له فاليو عشان تظهر انت معاك هنا. فهنا بنحط فاليو كالكوليت، تأكد تمام الفورم تبعي جهز. تمام. لا هيو هذا النص اللي حيكون على الباتون نفسها. هيك خلصت الفورم. نرجع هنا. طبعا اول حاجه بعرف الريزلت بتساوي نان. وكمان شغله اضافيه هنا بدي اقول له خلي بالك انا بدي اتعامل مع الفورم هذا، مع الصفحه هذه عفوا، انه بما انه هي فورم بده يكون الميثودز اللي انا بتعامل معها جيت وبوست. فبعرف انه ميثودز بتساوي بعرفها كليست وبتكون كابيتالايزد. بهذا الشكل. تمام؟ انه الصفحه هذه انه بتتعامل مع تو ميثودز جيت تو بوست. هاي الصفحه بتتعامل مع ميثود واحده باي ديفولت الجيت. لكن هنا هاي الصفحه بتقول له انه انا بدي اتعامل مع تو اتش تي تي بي ميثودز اللي هي الجيت والبوست. ليش الجيت؟ لانه انت بتقول له ريندر ل add002.html. مش هذا ريسورس؟ مش هذه صفحة HTML بده تقول له جيب لي اياها؟ أول ما يفتح المستخدم الفورم، أول ما يفتح الصفحة هذه ويظهر الفورم، بتكون الميثود جيت ولا بوست؟ جيت. فبالتالي أنت بتجيب له هاي الصفحة. نعم. كيف بدك تعرف إنه أنت موجود في البوست؟ إنه الميثود
الطلب تبعك انه الميثود تبعته بوست لما تاخذ ميثود تبعك لا هنا بيجي بس اف ستيتمنت اف ريكوست خلي بالك عشان هيك انا بقول لك انه الريكوست هذا مهم فبالتالي انت بتتعامل مع الطلبات برجع بذكرك اطلع على الرسمه هاي انت عندك بين الكلاينت البراوزر ريكوست وريسبونس فانت الان وين بتبرمج في السيرفر سايد هنا في الويب ابلكيشن تبعك بتقول له اذا الطلب اللي بعته المستخدم عباره عن بوست بدي اسوي كذا وكذا وكذا request dot method بتساوي post ساعتها بدي اجيب القيم من الفورم تجيب القيم من الفورم كيف بجيبها ان واحد بتساوي من الريكوست دوت فورم وهنا بفتح نم واحد برجع بذكرك هنا هناك كانت request.args args argument في url اما هنا request.form يبقى من الطلب في الفورم اللي عباه مستخدم في عندك حقل اسمه num1 جيب لي الفاليو تبعه وهنا بده يكون num2 والاوبريتور قبليهم بس نعم تمام طيب هل كنت انا ممكن مباشره هنا بالمناسبه اعمل هنا result بتساوي result عشان هيك انا حطيت الريزلت انيشالي فبالتالي اذا كان هذا فولس راح يكون الميثود عباره عن جيت ولما يعمل ريندر هنا للريزلت يقول لي انه هاي الريزلت معرفه بس القيمه تبعتها نن عشان هيك هنا في الفورم لما اجي اعملها ريندر بقول له اف ريزلت اذا في عندي قيمه كيف بدي اعمل اف ستيتمنت goes percentage f result هذه بتكون true اذا ما كانتش القيمه تبعتها نان قناه قيمتها نان معنى ذلك انه يبقى هذا الجزئيه مش حتتنفذ الا اذا كان في عندي نتيجه وخلي بالك تعود دائما انه اي شغله انت الان في ال HTML form تكتب كود بايثون اي شغله اي statement بتفتحها لازم تقول له وين بتنتهي end f فهنا اف ريزلت ايش بدي اسوي اعمل جمله طباعه print شويه بس هيك لا احنا في HTML فبالتالي بدك تحطه في تاج بالضبط ومثلا تحطه بي تحطه سترونج عارفين السترونج بولد تقول له result بتساوي كيف بدي اعوض عليه go save صحيح معنى ذلك انه الفورم هنا بدنا نجربه في قضية الجيت انه انا بديش لانه هنا هيو في الجملة هذه انا لسه مش مكمل في البوست لسه مش مكمل في الجيت بدي اشوفه شغال ولا لا والريزلت initially نان فبالتالي بدي اشوف هذا المقطع حيتنفذ ولا لا مش حيتنفذ لانه الريزلت نان فممكن انه انت تجرب صفحة ايش اسمها كان كالك اد تمام فبالتالي هنا في ريزلت طالعه تحت السبب لانه نان فبالتالي هذه الكونديشنال ستيتمنت ما تنفذت الان نرجع للبوست كيف غيرنا قيمتها
هاي ممكن انه هاي ريزلت بدي اقول لك اياها نو ريزلت، ساعتها بعملها ريندر في البوست في الجيت عفوا ظهرت، بس انا بديش اياها تظهر وانا لسه مش حاسب، فالاصح انه انا اخليها نان. ايش الان سيبك من هذا الكلام، هاي بدي امسح. فجيت انا بدي اعمل ريندر للريزلت، الريزلت لما بدي امررها هنا لازم تكون معرفه، هاي معرفه. طب ايش القيمه نحط؟ بنحط nothing none، مش حتى empty string none، تمام. وهنا هذه الميثود بتكون get، انه انت انه الميثود هذه بتكون انه اول ما انت تفتح الصفحه بتكون get، فانت بترجع هذه الصفحه وبتقول له اعمل لي render للريزلت. فهلقيت انت بدك تعمل render للريزلت في هذا التاج، يبقى هذا التاج لو انت اخذته وطلعته برا خلاص في كل الاحوال حيعمل لك اياه، لكن احنا بدناش هذا الكلام. احنا بنقول له اذا كان في نتيجه اظهرها في باراجراف سترونج. فبتقول له هنا اف ريزلت اظهر لي اياها في هذه الباراجراف، تمام واضح. هو الحين مش حيظهرها ليش؟ عشان مش عندي اعتراض، لانه هنا القيمه نان بالضبط. هي احنا اول ما فتحنا الفور، تمام، خلينا نعمل ريستارت. وهنا افتح الانسبكت نتورك اي ريفرش. الميثود هنا ايش؟ جيت، تمام. في ريزلت هنا ما فيش لانه نعم. الان بدي احدد كيف بدنا نعرف انه انا بوست الميثود تبعتي بوست عند الطلب اللي طالبه الكلاينت هو عباره عن ريكويست، عفوا الطلب اللي في الريكويست تبع الكلاينت هو عباره عن بوست. فبقول اف ريكويست دوت ميثود بتساوي بوست. ساعتها متى بتكون بوست؟ اول ما اضغط على هذا الزر، ساعتها باخذ القيم اللي موجوده في هذا الحقل. فبقول له هنا ان واحد بتساوي ريكويست برضو من الريكويست، نوم اثنين والاوبريتور. طبعا هنا للتسهيل، نعم مش سامع. اخذ القيم هذول سترينج، تمام. في عندك خيارين، يا يعني اما بتعملهم بارس لانتجر وبتروح تفحص اذا الاشاره زائد اجمع الرقم الاول والثاني، اذا ناقص ناقص الاول من نقص الثاني من الاول وضرب نفس الشيء. ف للتسهيل يعني انا بدي اركز على الاكزامبل هذا انه انت كيف تتفاعل مع الفورم، انت تستخدم ايفال. فبنقول له هنا الريزلت بتساوي، طبعا بقول له ايفال وهنا بحط له برتب له اياهم زي هيك، الرقم الاول الاشاره الرقم الثاني، وهنا دوت فورمات. ليش اعطي له ايش الترتيب؟ نمو ان واحد اوب بزر. هيك ممكن انت تخليهم سترينج لانه داله الايفال تعمل معه، اما هو اصلا من الفورم ال HTML بيتاخد سترينج، فبدك تتعامل معه كارقام تعمل له تحوله لانتجر. ايفال بتحول لحالها وبتعمل ايفالويت للاكسبريشن. طبعا هذا الكلام لازم اعمله في تراي،
لانه ممكن يدخل ممكن يحط الرقم الثاني زيرو والعمليه قسمه. ممكن يدخل لي بدل ارقام يحكي لي اي بي سي او يحط لي الارقام على شكل حروف. طيب فالان الاكسبت هذا خلي بالك ايش الاكسبشنز اللي مرت علينا سابقا؟ تايب ايرور، نيم ايرور، فاليو ايرور، اندكس ايرور، هذول كلهم عباره عن اكسبشنز. وخلي بالك عشان تكون عارف انه هذول عباره عن كلاسز، كلهم عباره عن كلاسز، كل اكسبشنز عباره عن كلاسز معرفه بيلت ان في البايثون. مين السوبر تبعهم كلهم؟ البيس اكسبشن. يبقى البيس اكسبشن هو السوبر كلاس لكل الاكسبشنز اللي موجوده عندك في البايثون. ليش انا استخدمت هيك برضه؟ الاصل انه انا افصل انه اذا كان عندك ايرور كذا اعمل كذا، اذا كان ايرور كذا اعمل كذا. بس انا بدي اسهل، بس بدي اختصر الكود قدر الامكان عشان انه يكون بالنسبه لإلك مهضوم. طبعا شوف لي هذه الستيتمنت از ايرور. هذه الستيتمنت معناها انه انت بتعرف اوبجكت اسمه ايرور من الكلاس اكسبشن. تمام؟ لاحظ هنا انا هنا ايش بدي اسوي؟ ايش يبوس ناقص؟ الاي كابيتال؟ لا هذا ايرور انا معرفه، انا حرف الاسم. معي ايوه اوكي اوكي مش طيب. فروح هنا ريزلت بتساوي بدي الريزلت تاخذ قيمه الايرور مسج، فبقول له هنا ايرور وعارفه ايش هو الايرور بحط بالضبط. حكيت انت لما تقول فورمات للايرور ايش بتفهم؟ انه هذا الاوبجكت او هذا الكلاس ايش في له؟ string representation في له str، فعشان هيك وانا مطمن بحطه في دالة الفورمات. ايش ال str؟ هي عبارة عن رسالة الخطأ، وهذا هذا المطلوب، انه انا بدي رسالة الخطأ تظهر للمستخدم بس. هيك انا خلصت. نعم هجيت هنا لازم نعمل تراي لهاي، لانه ممكن الرقم الثاني يحطه زيرو والعمليه قسمه، او يحط لي اي بي سي بدل الارقام. تمام؟ وعشان هيك لازم تعمل هاندل للاكسبشن هذا. سابقا كنت تعمل اكسبت 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 وتحدد ايش نوع الايرور. تمام؟ هي بالمناسبه كلها عباره عن كلاسز بلت ان في البايثون. كل اللي مر علينا division by zero error، type error، name error، index error، هذه كلها عبارة عن classes exception classes. مين السوبر تبعهم؟ class اسمه base exception. ليش استخدمته؟ للتسهيل، بدل ما أنا أفصل كل exception، هو الأصل إنه أنا بس أفصل كل exception، لما يصير معك الخطأ هذا يسوي كذا، لما يصير معك الخطأ هذا يسوي كذا. تمام؟ الأصل إنه اعملهم كل واحد لحال، بس انا بدي ابسط، رحت استخدمت السوبر كلاس، فبالتالي اي خطا من السب كلاسز بلقطه وبجيب الرساله تبعته. هاجيت هنا الجمله هذه از ايرور، بدي اياك تعتبرها انه انت بتعرف اوبجكت اسمه ايرور من كلاس بيس اكسبشن، وهنا انت حطيت لي اياه في دالة فورمات. معنى ذلك انه هذا له string representation. ايش المحتوى تبعها؟ رساله الايرور، نص الرساله، نص رساله الايرور، الايرور. تمام؟ هيك خلصت. طيب هجيت نعمل ريستارت عشان مش مفعل الديباج انا، وهنا هذه الميثود جيت. Thank you.
تمام؟ حكيت أول ما تضغط، طلع لي على الميثود هنا، أول ما تضغط على الزر بتصير بوست مطبوعة بجيت. البراوزر الثاني المرة الماضية ما أظهرهاش، لكن هنا هاي المرة هذا البراوزر أظهر لك إياها. ليش؟ لأنه فعليا هو جابها من الكاش. أنت بتعرف إنه البراوزر عندك بيخزن كاش، نسخة من الصفحات اللي أنت بتتصفحها، تمام؟ وكل ما تطلب هاي الصفحة بروح بشوف إذا نفس الصفحة ما تغيرتش، بروح بجيب لك إياها من الكاش عشان يسرع تصفح. حكيت ليش جيت؟ ليش بوست مطبوعة بجيت؟ لأنه أنت في النهاية حتى لو كان إنه الشرط هذا ترو، وين حتروح بعد ما أنت حسبت النتيجة؟ على سطر 25 تعمل له ريندر للتمبليت HTML. مش هذه عبارة عن ريسورس؟ كيف بدك تجيبها؟ من خلال الجيت. فعشان هيك بوست مطبوعة بجيت، تمام؟ المرة الماضية البراوزر ما ظهرهاش لأنه ما بيظهر الكاش الشغلات اللي بيجيبها من الكاش، هذا البراوزر أظهر لك إياه وقال لك إنه هي من الكاش، وهنا جاب لك الإيرور مسج إنه الفورم أنت عندك فاضي. يفترض إنه أنا أحط له رسالة ألطف من هيك، بس إنه خلينا نجرب ندخل 3 زائد 20 ريزلت 23، فبالتالي الريزلت بطلت نان 23، وهنا بوست مطبوعة بجيت، تمام؟ نجرب مثلا ديفيجن باي زيرو، وهو المطلوب بوست مطبوعة بجيت. مش فاهم ايش؟ لانه انت متى بتكون جيت؟ اول ما تضغط على هذا الزر. لانه ليش؟ لانه هذا فورم الميثود اللي فيه هي عرفناها بوست، فاول ما تضغط على الزر خلاص بوست، تمام؟ طيب عملنا هاندل، او هنا حطينا في اف ستيتمنت، اذا كانت الميثود بوست في السيرفر سايد، اذا الطلب اللي طالبه المستخدم عباره عن بوست ميثود، خد لي الارقام واحسب لي النتيجه، واذا في اكسبشن اعمل لي هاندل. هلقيت بعد ما خلصنا الاف ستيتمنت هذا وين حيروح؟ وين حيروح يا استاذ؟ انت سألت السؤال؟ انت سألت السؤال وبتسرح كمان؟ بقول لك انه هنا بعد ما حطينا الشرط هذا، عرفنا انه في السيرفر سايد انه الميثود بوست، وجبت الارقام وحسبت النتيجة، واذا في اكسبشن عالجته، وين بدك تروح؟ سطر 25. سطر 25 انت بتعمل ريندر، وفي عندك هنا صفحة HTML ريسورس، كيف بدك تجيبها؟ بالجيت. بالجيت، فعشان هيك انت عندك بوست مطبوعة بجيت، واضح؟ طيب حكيت ايش بتلاحظ هنا؟ لما تطلع انت عندك النتيجة طلع لك الايرور، صح؟ بس هنا ايش بروح بيصفر لك الفور، يعني هاي كمان مرة 20 والثلاثة، وهنا قسمة هاي كالكوليت، بالضبط. كيف بدنا نخليهم هدول القيم؟ بروح هنا في ملف ال HTML بقول له الفاليو، الفاليو هنا ايش بدي اسوي؟ بدي اكتب كود بايثون. من وين نجيب الفاليو؟ request.form num1، بالضبط.
القيمة اللي دخلها المستخدم خليها بعد ما يعمل بوست. وهنا أوب، وهنا أي 3 زائد 4 ظلوا محتفظ في الأرقام. نعم، يعني أنا بقول له في الفورم هذا حتى لو ضغط البوست ضلك محتفظ بالقيم هذول. تمام، شفت إيش أهمية هذول؟ فأنا ضفت لك هنا في الفورم بالتدريج عشان إنه فعليا هذا الإشي حيتكرر معاك أنت في الفورم. أي فورم بعد هيك أنت حتتعامل معاه بنفس الكيفية، هتتعامل مع الأتريبيوت هذه النيم والفاليو وتكون عارف هاي لإيش. واضح؟